الله الرحمن. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا بابا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء. يا سيدة نساء العالمين، ما خاب والله من تمسك بكم. أمنا والله من لجأ والتجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. يا باب دار يا باب دار الطهر كيف عصرتها. يا باب دار الطهر كيف عصرتها. قل لي بربك عامدا تؤذيها. خلينا نسأل في الباب. يا باب دار الطهر قل لي كيف عصرتها. قل لي بربك عامدا تؤذيها. أم أن أصحاب السقيفة عنوة قد أجبروك بعصرتي تدميها. تدميها تدري ايش سويت يا باب؟ هشمت يا باب المنية ضلعها. هشمت يا باب المنية ضلعها. أنت الذي ترجى بأن تحميها. فغدت تنادي يا محمد يا أبي. فغدت تنادي يا محمد يا أبي. وعلى الخدود مدامع تجريها. بعد يا مؤمنين خلي نعتب على الباب. يا باب العصرات أسقط محسن. يا باب العصرات أسقط محسن. والنار ترمي جمرها من فيها.
بعد شاعر سولف لنا يقول أمر الدعي قنفذا بسياطه زجر البتول وسوطه يؤذيها يؤذيها يا باب يا باب غادرت البتول بحزنها راحت متألمة حزينة يا با يا 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 غادرت البتول بحزنها والضلع مهشوم إلى باريها من اللي دفنها بقبرها أمير المؤمنين ساعد الله قلبك يا علي تدري يوم أهالي التراب إيش قال علي أمانة أمانة يا القبر عندك وريد أنك تباريها عزيزة هاي الزهراء اقل ما يا 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 انا يا القبر عندك وريد انك تباريها حياتي ومهجة الزهرة ترجعها على راعيها يلا وانو يا منو راعيها رسول الله أمانة يا القبر أمانة عندك الزهرة وريدك يا قبر تدري بكل ذرة من ترابك وياها دفنت عمري بعد يوصي يقول لو عينك على كسر الضليع اي والله عينك على كسر الضلع يا كسر الكسر ظهري وعينك على صواب العين ترى السطر اثرت بيها بعد وصف لنا يا شاعر يقول دفنها المرتضى وتالي ظلي يرتل بعبره روح هناك عند قبر الزهراء دفنها المرتضى وتالي ظلي يرتل بعبره ومن كثر التعب غمضت عينه ونام ابو العتره اجت فاطمة تنادي يا كرارنا الزهراء وانه ياي اجت فاطمة تنادي يا كرارنا الزهرة شو تريدين فاطمة زينب قعدت من النوم وخاف عليها يا ابو حسين يا ابو حسين ما ترضى يا تشوف زينب قاعدة من النوم يمها الحسن يمها حسين يمها الطاهرة مكلثوم جاش يصير بالزهرة لو شافت هذاك اليوم اليوم زينب حايرة بالطايف زينب حايرة بالطاف ولها حرقة وصواوين صواوين اش صاحت بذاك اليوم علمتوني علمتوني سياط القوم تتلوى علمتوني ومثل عين أمي لطماني وين على عيوني ومن طاح القمر عباس جاني ومثل ظل عمي برماح وكزوني آي مثل ظل عمي برماح إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. هدية إلى سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، طيبوا أفواهكم ونوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. القرآن الكريم استعرض موقف حدث بين موسى عليه السلام وهارون، وصيه هارون. أكو عادة عند الأنبياء إذا طلعوا أو تركوا منطقتهم أو قومهم ما يطلعون إلا إذا استخلفوا أحد مكانهم وصي. موسى عليه السلام مضى إلى ميقات ربه 40 يوم، أخذ الألواح وأخذ التوراة من ربه. بهال40 يوم استخلف مكانه منه وصيه هارون عليه السلام. هارون وصي موسى، وهارون معصوم كعصمة موسى. بعد 40 يوم رجع موسى وإذا به يرى بني إسرائيل قد انحرفوا وعبدوا العجل أحسن. هنا غضب موسى غضبا شديدا، وهذا الغضب لله عز وجل، هذا غضب ممدوح. اتوجه مباشرة إلى منه؟ إلى هارون. أخذه كما يصف القرآن، أخذه من رأسه بلحيته، يعني لزمه من لحيته وجره بغضب أمام بني إسرائيل. هنا قال له هارون، طبعا عتب عليه موسى، قال يا هارون ما منعك أن رأيتهم ضلوا؟ ليش هيك صاروا منحرفين وعبدوا العجل؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هنا سؤال نريد نطرحه، هل كان هارون مقصر في أداء مهمته؟ طبيعي لا، هارون معصوم، وموسى استخلف هارون. هارون ما قصر بمقدار شعره، أدى كل ما عليه. القرآن يؤكد على هذا المعنى، يقول ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، يعني بالعجل، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. المهمة اللي على هارون سواها أداها، ما قصر. شلون يجي موسى ويعتب على هارون؟ هذا العتاب الشديد، هذه الكلمات القاسية، وهذه الحركة المؤلمة اللي فيها نوع من الإهانة، لما يجي ويسحبه من لحيته ويجره من رأسه قدام بني إسرائيل. وهارون أساساً مو مذنب، هسه واحد يجي يقول يمكن موسى فقد أعصابه وأخذ الغضب، نقول هذا الفعل لو يصدر من إنسان عادي تقول هذا فعل قبيح، فما بالك بموسى. موسى هم نبي، هم معصوم، هم من أولي العزم، يعني من أفضل الأنبياء، مو فد نبي عادي يجي يصدر من عنده هذا الفعل، يعتب هذا العتاب على شخص ما له ذنب ابدا وادى الوظيفه اللي عليه، هذا فعل قبيح ما نقبلها لموسى. شلون نفسرها؟ نرجع للشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه علل الشرائع، يقول يبين لنا، يقول موسى لما اجى وفعل هذا الفعل مع هارون اراد ان يعرف بني اسرائيل شده غضبه وانكاره على فعلهم، وأن يشعرهم بعظيم جنايتهم وجرمهم، فتوجه إلى أحب الناس إليه، إلى أقرب الناس إليه، وكلم بهذه الكلمات القاسية، وعتب عليه بهذا العتاب القاسي وهذه الحركة القاسية، أن جر رأسه من لحيته. المن المقصود هم بني إسرائيل مو هارون، ولكن بهذا الفعل فيه زجر، بل أزجر، هو يقول أزجر لبني إسرائيل من أن يخاطبهم مباشرة. ملتفت؟
لما يجي يقول لهم يا بني إسرائيل إيش سويتوا؟ ليش انحرفتوا؟ هذه إلها حالة. ومرة لا يروح إلى أقرب الناس إلى وصية إلى هذا اللي حبه ويجي خاطبه بهالخطاب الشديد، هنا بلاغتها أكثر، توصل أكثر أوقع في القلوب. لذلك تالي الشيخ الصدوق ضرب مثال يقول: وذلك كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله يقول للرسول: يا محمد إذا أشركت ترى راح يحبط عملك، كل عملك يروح هباء منثورا. بالله عليك ممكن رسول الله يشرك؟ حاشا لله، هذا شيء ممكن لرسول الله؟ أبدا، هو جاء بالتوحيد، هو أبو التوحيد، شلون يشرك؟ ها، قال الله عز وجل قاعد يخاطب المسلمين، يخاطب الناس، لكن من يجي خاطب الرسول هذا العظيم يقول له: إن أشركت ليحبطن عملك، هذا أبلغ، هذا أوقع للقلوب، هذا أكثر تأثير. وموسى اقتدى بالله عز وجل وبسيرة الصالحين. إذن من إجى موسى وعاتب هذا العتاب مو قصد هارون، قصد الناس، قصد بني إسرائيل. طيب خليها ببالك هالمقدمة، رحم الله والديك، لا تسهل، خليك وياي. الآن شفت موسى إجا وخاطب هارون بهذا الخطاب، وهذه عادة الأنبياء، والمقصود مو هارون، المقصود بني إسرائيل. الرواية تقول: لما فرغت فاطمة الزهراء عليها السلام من خطبتها بالمسلمين في المسجد، أقرأ لك الرواية نصا: ثم انكفأت، طلعت من المسجد، وعلي يتوقع رجوعها إليه، فلما استقرت بها الدار قالت لأمير المؤمنين: يا ابن أبي طالب. إجت متأذية الزهراء، ظاهر الكلمات أنها متأذية، عتبت على علي بن أبي طالب فد كلمات قاسية، ربما أقسى من الكلمات اللي توجه بها موسى إلى هارون، فد كلمات فيها غضب وفيها عتاب لعلي بن أبي طالب: يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الضنين. شملة الجنين، شايفين هذا الجنين برحم أمه شون قاعد مقيد؟ قل له: علي أنت البطل هيك قاعد ما تتحرك، يضربوني وأنت قاعد. وقعدت حجرة الضنين، الضنين هذا المتهم في المجتمع اللي تتوجه له أصابع الاتهام، شو يسوي؟ يعتزل الناس بعد ما يختلط وياهم، يقعد ببيته. تقول له: أنت قاعد مثل قاعدة المتهم. نقفت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل، أنت اللي تكسر أجنحة الصقور، اليوم قاعد أعزل من السلاح. هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحلة أبي وبلغة ابني، حق ولدي، أموال ولدي فدك، وقد وجدته أجهد في خصامي وألفيته ألد في كلامي، بالغ في الخصام والنقاش. أضرعت خدك يوم أضعت حدك، فالكلمات قاسية. يا علي أنت خليت خدك على التراب، علامة الذل والهوان، يوم تركت حدك، يوم تركت السلاح، يوم تركت حدك افترست الذئاب وافترشت التراب، ما كففت قائلا ولا أغنيت باطلا، لا رديت عني كلمة ولا دافعت عني بكلام، تطاولوا علي، جرأوا علي، ما دافعت عني، ريت ليتني مت قبل هنيئتي أو هنيئتي ودون ذلتي. التفت لها أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: نهنه عن وجدك يا بنت الصفوة، نفسي عن روحك، خفف، نهنه عن وجدك يا بنت الصفوة وبقية النبوة، فما ونيت عن ديني وما أخطأت مقدوري. يجون هنا خاصة من غير مذهب آل البيت، عجيب أنتوا تقولون الزهراء ماتت واجدة على الشيخين فلان وفلان، غضبانة وغضبها غضب الله. أشو هذه الرواية أنتوا ترونها؟ أجت وغاضبة، إذا ما نقول غاضبة أقلها متأذية من علي بن أبي طالب، وأذى الزهراء أذى منه؟ أذى الله عز وجل. فتبين مو بس هي غاضبة على الشيخين، غاضبة حتى على علي بن أبي طالب. ملتفت للإشكال؟ يقولون أجت الزهراء أبدت غضبها، نقفت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل، أضرعت خدك يوم فقدت حدك أو تركت حدك، افترست الذئاب وافترشت التراب. شون كلمات هذه بها عتاب؟ تبين الزهراء هم غضبانة على علي؟ نقول: لا عمي، لا، الزهراء ما تغضب على أمير المؤمنين أبدا، هذا الكلام ما في غضب على علي ولا عتاب. ليش؟
التفت لي قبل لا أقول لك شنو مقصد الزهراء من هذا الكلام. ثلاث مقدمات باختصار التفت لها وأحفظها، رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة. قبل لا أقول لك ما مقصود الزهراء بهذا الكلام لعلي بن أبي طالب، لازم نقدم ثلاث مقدمات. شنو هي المقدمات الثلاثة؟ رقم واحد، مقدمة الأولى، نطرح سؤال: فاطمة معصومة لو مو معصومة؟ معصومة سلام الله عليها، لا تنطق عن الهوى. فاطمة كلامها ككلام رسول الله، ما يجي عن عاطفة، كلام هو عين الصواب. شنو دليلكم يا شيعة؟ عندنا أدلة كثيرة على عصمة الزهراء. آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كل المسلمين يتفقون على أن فاطمة كانت واحدة من هؤلاء الخمسة اللي غطاهم رسول الله بالكساء، حتى ابن تيمية هم يذكرها في كتبه ويقول: قال رسول الله: اللهم هؤلاء هم أهل بيتي وحامتي وخاصتي. بس يجون علماء الشيعة يقولون يطهركم تطهيرا معناتها عصمة، ما إلها معنى ثاني. أذهب عنكم الرجز معناتها عصمة، يجي واحد ثاني يفسرها تفسير آخر. هذا دليلنا على عصمة الزهراء. بل من أقوى الأدلة اللي سوقها علماءنا على عصمة فاطمة سلام الله عليها هو الحديث الوارد في كتب المسلمين جميعا: إن الله ليغضب لغضبها ويرضى لرضاها. علماء عندهم في التعليق لطيف على هذه الرواية، قالوا شوفوا الرواية بها إطلاق بدون تقييد، يعني الله رسول الله ما قال يغضب لغضبها في أمور الدين مثلا فقط، أو يغضب لغضبها في هذا، لا خلاها مطلقة، يعني كل غضب الزهراء في جميع الأمور هو غضب لله أو غضب الله، وكل رضا الزهراء في جميع الأمور هو رضا الله. هذا معناته شنو؟ أنه لا يمكن أن ترضى الزهراء على باطل، ولا يمكن أن تغضب لغير الحق. هذه معناته، هذه من أقوى الأدلة على عصمة فاطمة سلام الله. بعد تجي أدلة ثانية، قضية سيادة نساء العالمين وأن الله اصطفاها إلى آخره. السؤال الأول اللي طرحناه حتى نفتهم ليش الزهراء خاطبت علي بن أبي طالب بهذا الخطاب، أن الزهراء معصومة لو لا؟ طبيعي متفقين بأنها معصومة. تفت السؤال الثاني، نقول الزهراء هل كانت مدركة لمقام علي بن أبي طالب وعصمة علي؟ لو ما كانت مدركة طبيعي تعرف مقام علي، إذا خاطبته في الروايات تقول له: والذي عظم حقك. جد خاطبة، تقرون أنتم خطبة الزهراء سلام الله عليها في المسجد، هم ذكرت واحد من الصحابة ومتتحدى؟ أبدا، غير علي بن أبي طالب، بعد رسول الله ما ذكرت إلا علي. وشون ذكر؟ مكدودا في طاعة الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله. شنو يعني سيدا في أولياء؟ يعني سيد الأوصياء، أمير المؤمنين سلام الله عليه، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا. إذن هاي ما بها خلاف أن الزهراء كانت مدركة لمقام علي. ما أطول عليك، هاي اثنين. المقدمة الثالثة، هل كانت فاطمة عليها السلام على علم بما سيجري عليها بعد وفاة رسول الله؟ لو ما كان عندها علم، عندها علم لو لا؟ أنت جاوبني. أحسنت، كلكم أبناء مآتم وسامعين، ما شاء الله روايات ما يسع الذكر أن أذكرها لك. ارجع إلى كتاب الاحتجاج، ارجع إلى بحار الأنوار، ارجع إلى الكافي، ارجع إلى ما شاء الله من الكتب في عدة مجالس وعدة مواضع. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الزهراء بتفاصيل ما سيجري عليه بعد وفاته، بعد وفاته، من حرق الدار، من كسر الضلع، من إسقاط الجنين، من أخذ علي بن أبي طالب مقادم بالحبال. يعني الزهراء تفاجأت من هالأحداث؟ أبدا، عندها خبر سابق. نعم عندها. واحدة من الروايات باختصار أجيبها لك، هي رواية طويلة صفحة وصفحتين. جبرائيل عليه السلام في آخر أيام رسول الله نزل، وبيده مع جبرائيل وصية مختومة، ومعه جمع من الملائكة، هذول شهود. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من جبرائيل، بطلب من جبرائيل، أن كل الحضور يطلعون ما عدا علي وفاطمة سلام الله عليها. كلهم طلعوا، وفاطمة تقول الرواية بين الستر والباب. نزل جبرائيل قال له: يلا محمد استشهد علي بن أبي طالب، أخذ الكلام من علي بن أبي طالب. الشهود جبرائيل والملائكة. فقال رسول الله: يا علي، أتنفذ ما جاء في الوصية وتصبر؟ قال: بلى. أتصبر على هتك الحرمة؟ قال: بلى. أتصبر على أخذ خمسك وحقك؟ قال: بلى. إلى آخر الرواية. تالي التفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الزهراء
ويخبرها بما سيجري بالتفصيل. ارجع للروايات ما شاء الله عندنا روايات. إذن الحقيقة الثالثة اللي أنا وياك متفقين عليها أن الزهراء ما تفاجأت ذاك اليوم بالأحداث، وإنما عند الزهراء خبر مسبق، تفصيل مسبق بما سيجري. إذن يا أخوان كم حقيقة عندنا الآن متفقين عليها؟ أحسن، ثلاث. الزهراء معصومة، الزهراء مدركة لمقام علي بن أبي طالب، والزهراء عالمة بما سيجري عليها بعد وفاة رسول الله. بالله عليك، بعد هذه الأمور الثلاثة أكو مجال للغضب ومورد للعتب لعلي بن أبي طالب؟ أبدا، مستحيل. إذا إحنا مؤمنين بأن الزهراء معصومة وبأنها تعرف مقام علي، سلوكياتها كلها معصومة وتدري بما سيجري عليها، بعد ماكو مجال لا للعتب ولا للغضب. ما له معنى بعد واحد يعتب ويغضب. أنت متى تغضب؟ أنت متى تغضب على الآخر؟ علماء النفس يقولون الإنسان يغضب إذا حدثت أمور خلاف توقعاته. أنت متوقع خلال نص ساعة توصل للعمل، صارت زحمة بالشوارع وصارت بعد ساعة ونص تغضب. أنت متوقع من ابنك يتصرف في التصرف، تصرف عكس هذا التصرف راح تغضب. هذا سبب الغضب عند الإنسان، تحدث أمور عكس توقعاته. الزهراء كانت متوقعة ما سيجب، بعد إيش تغضب؟ هذا فضلا عن أنها سلام الله عليها معصومة، وتدري علي بن أبي طالب سكوته كان عن عصمة، عن حكمة. مو هكمنا والدرب سكت، هو القرآن الناطق. الواحد متى يعتب؟ يعتب إذا جهل دوافع وأسباب التصرف، ما يدري هذا ليش تصرف هالتصرف، يجي يعتب عليه. الزهراء عارفة ليش علي بن أبي طالب ساكت؟ أبدا ما أكو لا مجال للغضب ولا مورد للعتب. حسب عقيدتي وعقيدتك إحنا نؤمن بأن فاطمة معصومة ومدركة لعصمة علي وعالمة بما سيجري عليها، منقبل أي كلام يقول بأن الزهراء عاتبت علي أو غضبت على علي، لأن ماكو مورد هذا. وإلا حتى إحنا عقيدتنا بالزهراء تنخدش. شنو تفسيره الكلمات الصعبة اللي إجت فاطمة وخاطبت بها علي بن أبي طالب، وهذا العتاب، وهذا اللي ظاهره الغضب الشديد، شنو التفسير؟ نقول لازم نبحث عن تفسير يتفق مع عقيدتنا بالزهراء، لازم نبحث عن تفسير يتفق مع شخصية فاطمة وعلم فاطمة. ما نجي ناخذ الأمور بظاهرها، حتما أكو تفسير آخر. شنو هالتفسير؟ التفت رحم الله عليك. الرواية طويلة، هذا عتاب الزهراء، ظاهر العتاب لعلي بن أبي طالب، هي نهاية الرواية. إذا ترجع لبداية الرواية شنو هي؟ خروج الزهراء للمسجد. الزهراء طلعت للمسجد وخطبت بجموع المسلمين، صحيح لو لا؟ تالي تقول الرواية رجعت للبيت وخاطبت علي بن أبي طالب بهذا الخطاب. بداية الرواية طلعت فاطمة للمسجد وخطبت بالمسلمين. إيش سوت زهراء في خطبتها؟ بتعبيرنا فتحت ملفات الصحابة، ملف ورا ملف. أول ما بدت بالمهاجرين، صحيح لولا؟ قالت لهم أفحكم الجاهلية تبغون، بينت ارتدادهم، بينت انحرافهم، بينت رجوعهم عن الإسلام، بينت كذا. خلصت من المهاجرين وين راحت؟ للأنصار. بينت تخاذلهم وسكوتهم عن ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجت إلى بني قيلة، إلى الأنصار، إلى الأوس، إلى الخزرج، عتبت عليهم، فتحت كل ملفات المسلمين. بقى ملف واحد ما فتح، هذا اللي ما حد يلتفت له. يا ملف ما انفتح، ما فتحت الزهراء، ما عالجت، تعالجت كل هالملفات ونزلت من المنبر، بقى ملف واحد ما عالجت الزهراء. يا ملف، هذا ملف الأصحاب المقربين لعلي بن أبي طالب. هذول شنو كانوا وضعهم ذاك اليوم؟ وين كانوا؟ سلمان وأبو ذر وعمار وأبو أيوب وجابر الأنصاري، تقريبا عددهم أكثر من 10. أين كانوا في تلك الأيام، أيام الأحداث، لما هجموا على بيت الزهراء؟ الزهراء تريد تعالج ملفهم. تدري هذول لما شافوا أحداث، أروي لك بعض الروايات يمكن أول مرة تسمعها، لما شافوا هالأحداث من شدة وقعها على قلوبهم، بعضهم إجال الشك في قلبه. ترى مو سهل تشوف إمامك يجون يجرونه بحبل وهو ساكت، مو سهل تشوف بيت رسول الله يتجرؤون عليه وحرقون باب الدار وزوجها ساكت. هاش قد لو قد ما عندك إيمان صعبة، ما تقدر تستوعب. لذلك يقول الباقر إن عمار حاص حيصة. الله، عمار اللي ملئ إيمان من قرنه إلى قدمه، حاص حيصة يعني شوي دخل بقلب الشر. لحظات صار يشك، يا جماعة ايش قاعد يصير؟ هذا علي هتشكودونه؟ أكثر من ذلك يقول الإمام الباقر إن سلمان عرض في قلبه عارض، هم شوي ساور الشك.
قال إن عند علي اسم الله الأعظم لو شاء لأخذهم به. شاش بي ساكت أمير المؤمنين، صار عنده شك بقلبه. وكذلك عرض لأبي ذر، يقول الباقر عرض لأبي ذر وفي قلب أبي ذر ما عرض لسلمان، هم جال الشك بذيك اللحظات. نعم عندنا استثناء المقداد، كان سال السيف وينتظر أمر من علي بن أبي طالب. في الروايات المستثنى هو المقداد. هذول الخلص من الأصحاب جاهم شك، حالة شك، ظلوا في موقف الحياد ولو كان فترة بسيطة، يحتاجون إلى علاج، يحتاجون واحد يستنطق علي بن أبي طالب يخليه يتكلم ويقول ليش سكت وليش صبر. بس تسألني تقول ليش ما هم يروحون يسألونه، فواحد منهم يجي يا علي ليش ساكت، بالله عليك منو يتجرأ يحاكي أمير المؤمنين؟ في الوضع الطبيعي ما حد يتجرأ. سامعين رواية ضرار بن أبي ضمرة لما يسألوا في معاوية يقول له كنا مع دنوه منا ودنوه من ودنونا منه لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته. بعد يجي واحد يتجرأ ويسأله يقول له يا علي ليش ساكت ليش صابر؟ ما حد منهم يتجرأ على أمير المؤمنين. هيبة بين أصحابه سلام الله عليه. عائشة تقول كان لعلي وجه عند الناس في أيام فاطمة، ما حيجرأ على أمير المؤمنين، ظلوا ساكتين. الزهراء تريد عالجت كل ملفات الصحابة، تريد عالج ملفات هؤلاء المقربين، تريد تستنطق تستجلب البيان من علي، تستنطق أمير المؤمنين، تريدهم يسمعون ليش علي ساكت، تريد تخاطب علي مو بلسانها بلسان القوم، تريد تحكي ما في أذهان سلمان وعمار وأبو ذر وفلان وفلان. فإجت خاطبته بهذا الخطاب، مو عتاب لعلي، حاشا للزهراء، هي تجي تعتب على علي اللي يقول أمير المؤمنين. فما أغضبتها والله ما أغضبتها يوم حتى قبضها الله، إلى يوم وفاتها ما غضبت يوم على أمير المؤمنين. كلام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فهنا الزهراء من إجت حاشت علي بن أبي طالب تحكي ما في أذهان القوم. هذول الأصحاب تدري بيت الزهراء وين؟ بالمسجد، يعني هم بالمسجد سمعون كلام الزهراء ويسمعون رد علي بن أبي طالب على فاطمة. رادت تأخذ بيان من علي بس يخبرها ليش سكت، حتى هم يسمعون حتى هم يطمئنون. كلمتين قالها علي بن أبي طالب إلي وإلك تكفي هالكلمتين. هذا اللي ما يعتقد بمقام علي بن أبي طالب ما تكفي. سلمان تكفي كلمتين من علي بن أبي طالب، قال نهنه عن وجدك يا بنت الصفوة ويا بقية النبوة، فما ونيت عن ديني، ما قصرت ترى عن ديني، وما أخطأت مقدوري. تكليفه هذا يجيقلها، هو ما يقل الزهراء، هو أساسا إياك يعني واسمع يا جارة قاعد يخاطب الأصحاب. فما ونيت عن ديني وما أخطأت مقدوري، ترى تكليفي هو الصبر والسكوت، أنا ما قصرت، هذا اللي لازم أسويه، هذا عين الصواب. هنا اطمأن الأصحاب، انتهت المسألة. حاشا لله أن تغضب فاطمة على علي. نعم تقل لي غضبت على الشيخين؟ نعم غضبت غضبا شديدا كما يروي البخاري وغير البخاري. يقولون اجوا اثنينهم، الأول والثاني قعدوا عدتشة باب بيت علي عليه السلام، شافهم أمير المؤمنين قال لهم شو تريدون؟ والزهراء ذاك اليوم على فراش المرض آخر أيامه، ضلع مكسور، عين ملطومة. قالوا جئنا نستسمح فاطمة سلام الله عليها. دخل أمير المؤمنين شافها ممددة على الفراش فاطمة ومعصبة بعصابة، فلان وفلان واقفين بباب الباب يريدون يدخلون يسلمون عليك، أترضين تقبلين يدخلون؟ قالت البيت بيتك والحليلة حليلتك، افعل ما تريد يا علي. قال إذن شدي قناعك، راح أدخلهم. اتغطت فاطمة سلام الله عليها، تقول الرواية دخلوا، قلت لك رواية سنية هذه مو شيعية، دخلوا الأول والثاني، إذا نقول قعدوا على يمين الزهراء، أول ما قعدوا أشاحت في وجهها بالصوب الثاني بعيد عنه. قالوا فاطمة جينا نستسمح، سامحينا أعذرينا أذيناك. قالت ناشدتكم الله، أما سمعتما أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها؟ قال بلى سمعنا. رفعت إيدها فاطمة قالت اللهم اشهد أنهما آذياني وإليك الشكوى. وقلت لهم إلي موقف معكم عند أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذاك اليوم،
فقام تقول الرواية وكان الأول يبكي حتى خضلت لحيته من دموعه. شوف إيش قد متأذية فاطمة، بالله عليك معصومة، ويجون يستسمحون منها. والله لو كانت فقط فدك لرضت الزهراء. شنو هي فدك؟ زهراء تزعل على إنسان لأجل فدك، لكن المسألة أكبر من فدك. المسألة بيها كسر ضلع، المسألة بيها هتك حرمة، المسألة بيها لطم عين. هذا اللي خلت فاطمة سلام الله عليها متأذية ليل ونهار أن تهتك حرمتها بهذا الباب اللي كان رسول الله كل يوم يطرق الباب يقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة يجون لهذا الباب بلا طرق بلا استئذان ويحرقون باب الدار. الله يساعد قلبك يا فاطمة. تقول الرواية فد يوم علي بن أبي طالب قاعد ويا جماعته ويا أصحابه، كل واحد يسولف يقول أصعب شيء يمر على الرجل شنو. واحد منهم قال أصعب شيء أن الرجل ما يكون عنده أموال، فقير معدم، يجون أولاده يطلبون من عنده الأموال وما عنده يدفع لهم يعطيهم، صعب عليه. واحد قال أصعب شيء على الرجل تموت زوجته ويظل عنده أيتام ما عنده أحد يربيهم يدير باله عليهم. وهم يسولفون عمار سلمان أبو ذر التفتوا وشافوا أمير المؤمنين قاعد يقلب التراب بأصبعه ودموعه جارية على خده. أبو حسين ليكون أذيناك جرحنا قلبك، أبو حسين ليكون ضايقناك بكلمة، إجا وقعدوا يمه سيدي يا علي ليش تبكي؟ قل لهم أصعب شيء على الرجل، أصعب شيء يكسر قلب الرجل أن يكون جالس بالدار وتضرب زوجته أمام عينه وهو ساكت. أصعب شيء على الرجل أن يسقط جنينها وهو ساكت مقيد بالوصية. واللي أصعب إذا نادت يا علي أدركني وهو مقيد ما يقدر يدرك. زاد الله قلبك يا نادى يا غيات وعليا. والله وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار بالأخمار ولجل الستر لاذت ما بينه وبين الجدايا. أمر على أصحابه وهجم بهم على الدار وللباب لاذت للستر وربضعت نبينه. الله يا مؤمنين صعب عليكم وعلى قلوبكم ما تتحملون، أنتم فدائي الزهراء محبي الزهراء. يقول جاها وعصرها وفوق وجنتها لطمار. والله جاها يا وعصرها وفاق وجنتها لطمها وضلعين كسرها ببطنها ولا رحمها. دمعة دمعة والله تحضر فاطمة. إذا حضرت الزهراء عندك عقيدة ارفع راسك قلها فاطمة شوفي دموعي جاي أوفي لك يا زهراء. يقولون فاطمة أخفت كسر الظيل عن أمير المؤمنين، كان إذا دخل الدار كتمت أنينها عن علي عن علي، فإذا خرج من الدار صاحت أسماء اقلبيني على جهة اليمين أو اقلبيني على جهة اليسار أريد ون منك. فإذا قلبتها أسماء صاحت فاطمة آه واضلع آه واضلع. ذاك اليوم رجع أمير المؤمنين إلى الدار على غير عادته، أول ما وصل يم باب الدار وإذا به يسمع أنين يقطع القلوب. أثار فاطمة قاعدة عند قبر رسول الله وقبره قريب من حجرة فاطمة، قاعدة عند قبر الرسول تشتكي فاطمة شتقل وأمير المؤمنين يسمع وأنت تسمع أصحاب الغيرة. تقول أبويا أريد أسولف لك أريد أشتكي لك. تشتكين يا زهراء؟ أبويا قمت للباب لكن ما علي حجاب حجاب. صعب على قلبك أصحاب غيرة؟
بويا قميت للبا يا بلاكن ما علي حجاب حسبي الرجس من لذت خلف الباب بويا عصرني وكسر ضلوعي وصدري نعايب نعم الضلع ما درى بي علي أمير المؤمنين ما عرف بالضلع اريد دمعة من عندك أوجع قلبك اليوم تقول الرواية مدد علي الزهراء على صخرة المغتسل اللي صب الماء منه أسماء تقول بينما أنا أصب الماء فجأة علي ترك غسل فاطمة وخلى رأسه على جدار المغتسل وصار يبكي بكاء شديدا تعجبت منه علي يبكي هذا البكاء أول مرة أشوف منه هالبكاء اجيت وقفت يمه قلت له سيدي أبو حسين غسل فاطمة ثم ابكي عليها أمن فقد الزهراء تبكي يا علي قال لا يا أسماء وإن عز علي فقد فاطمة لكن يا أسماء اشقد فاطمة مظلومة اشقد فاطمة مهضومة ليش يا علي صاير يا أسماء وأنا أغسل فاطمة مريت في منطقة الضلع يا أسماء وإذا بضلع من أضلاعها مكسور عندي خوش بيت لك والله اسمع يجي واحد يخاطب علي يقول له ضلع واحد علي رخص دموع العين ظل يجذب الونا ويصفق الكفين اويلي اويلي شلون لو عاين ضلوع حسين وخلي القوم ذاك الوقت رضنا وضع فاطمة في نعشها بالله عليكم قال عباب خبر راد يرفع النعش ما استطاع طأطأ مرة أخرى راد يرفع النعش ما استطاع فنادى سلمان أبو ذر عمار مقداد شو تريد يا علي أعينوني على حمل فاطمة رفعت جنازة فاطمة أكو وحدة ما ذكرتها إلك لا يمكن نختم المجلس بدون ذكرها هذه تمرد القلوب حبيبة القلوب أظن عرفتها مشوا بالجنازة خطوات لا إله إلا الله ولا بقاء إلا لله أمير المؤمنين في المقدمة خلفه سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد وخلف الجنازة طفلين حافيين وهما الحسن والحسين وإذا بصوت طفل واقف عند باب الدار حسن حسين وين مودين أمي فاطمة طلعتوها من الدار حسن حسين ترى الدار موحشة رجع لها عرفتوها من لولا رجع لها الحسن والحسين زينب لا يسمعش أبونا علي ترى ما يتحمل بعد ما عنده قوة كافي مصيبة فاطمة رايحين ندفن الزهراء قالت عندي وصية وصلوها الأمير المؤمنين إيش عندك يا زينب بالله يا شيال نعش الطاهرة اسمع والله تمرد قلبك الأبيات بالله يا شيال نعش الطاهرة بهونك من تسير على الثرى يعني على كيفك لا تستعجل يا علي بهونك من تسير على الثرى ليش يا زينب ترى ضلوع أمي الحسين مكسرة بها نيراني الحزن موجود جاء أمير المؤمنين وضع فاطمة في قبرها أهال التراب عليها ثم توجه إلى رسول الله
يا رسول الله قل عن صفيتك صبري، يعني بعد ما عندي صبر، وضعف عن سيدة النساء تجلدي يا رسول الله، فاستخبرها الحال واحفها السؤال، فستنبئك ابنتك بتظاهر القوم على هضمها. ثم جلس عند القبر يقرأ القرآن إلى أن غفت عينا أمير المؤمنين، فتمثلت له فاطمة في المنام. بالله أسأل السادة، سادة المجلس، ما أدري بيا حالة شافها علي بذاك الوقت، هل رآها بجمالها وثوبها الأبيض، أم رآها بعينها الملطومة وضلعها المكسور؟ الشاهد نادت يا علي قم وارجع إلى الدار. قالها فاطمة خليني عد قبرش مرتاح يا زهرة. قالت لا يا علي قوم وارجع إلى الدار. ليش يا فاطمة؟ هذه زينب قد استيقظت من نومها فزع مرعوبة، تنادي أين أمي فاطمة فاطمة. قام أمير المؤمنين نفذ التراب من ثيابه، راح هرول مسرع إلى الدار. بالله أسألكم وين شاف زينب؟ تصور بعين القلب، وإذا بزينب على فراش فاطمة متمددة تقلها يمه فزيت من نومي وجيتك على فراشك يا يمه ما لقيتك. يمه يا 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 يمه على فراشك يا يمه ما لقيتك. يما ظلت وين ينبع بيتيج، يا ريت قربت منيتي ولا منيتيج. بعد زينب يما ظلينا من بعدك يتامى، يا يما الليل عقبك ما انام، يا يما الليل صوبني بسهام. هنا أمير المؤمنين بعد أبيات الدعاء انقطع تقطع قلبه على زينب، توجه إلى قبر فاطمة. يا مغيبة عن عائلتك وسط الترايب، قومي وشوفي راس ابو الحسنين شايب. يا عمي ونا واطلب حاجتك، من بعد عينك حلت علي المصايب، فرقه وشماته وعالتك بالدار يبجون. أولي لو قلت باسل للحسن صيح لي حسين، طلعت ورايا تعتفر فخر النساوي، تصيح وديت البتولة يا علي وين، ومن تنتحب زينب تخلي الكل يبجون. هذا ينادي للوطن ما ردت أمي، أو هذا يكفكف دمعته وينوح يمي. بعد يا علي ونحبت غريب الغاضرية تزيد همي، من يسمعون لصيحتك كلهم يصيحون. يا حسين وين اللي تربينا بحجرها، راحت ولا رديت ولا ندريش خبرها، يا ما تقلبنا ولعبنا على صدرها.
ويا ما على الذرعان شالتنا ولمتون بيوم الحشر خلف الوغد أجري وأسأله ودمع العين أجري أكسر الضلع قل لي كان أجري المودة أم تناسيت الوصية يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله شافي وعافي جميع المرضى يا الله أدي دينا كل مدين اقضي حوائج المحتاجين رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما فك أسرانا وسجناءنا يا الله عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى أرواح موتى الحاضرين وموتى المؤسسين لهذا المأتم الشريف الفاتحة تسبقها صلوات.